بعد سنوات من المفاوضات، الاتحاد الأوروبي وكوبا يوقعان اليوم الاثنين في بروكسل على اتفاق حوار سياسي وتعاون يهدف إلى استكمال اتفاق لتطبيع العلاقات تم التوقيع عليه في آذار مارس الماضي. المفوضة العليا لسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني علقت قائلة: تشهد كوبا تغييرا جذريا في هذه المرحلة، والاتحاد الأوروبي يسعى جاهدا إلى توطيد العلاقات مع الحكومة الكوبية والشعب الكوبي الصديق. هذا التغيير من شأنه أن يعزز التطور المستدام والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وكانت كوبا هي الدولة الوحيدة في أمريكا اللاتينية التي لم توقع على مثل هذا الاتفاق مع بروكسل، ولكن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا خلال الأسبوع الماضي على إلغاء شروط من شأنها أن تؤجل التوقيع على اتفاق التطبيع. بدوره قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز: لحسن حظنا العلاقة بين هافانا والاتحاد الأوروبي لا تمر عبر واشنطن، نؤمن بأن هناك فرصة جدية لتطوير العلاقات بين بلدنا وبروكسل. هناك بعض العثرات التي يجب اجتيازها خصوصا من الناحية الاقتصادية، وهي تتمثل بالعقوبات الأمريكية المفروضة علينا. يذكر أخيرا أن التوقيع على اتفاق التطبيع بين هافانا وبروكسل يأتي بعد أسبوعين فقط على رحيل الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، وأن اتفاق اليوم يأتي في إطار تقارب الغرب مع هافانا الذي أطلقه الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته باراك أوباما.